المؤتمرات الاحتجاجية مستمرة ضد العدوان والحصار الجائر، حيث نفذت لجنة الحشد والتنظيم للوقفات الاحتجاجية بمشاركة منظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين والشخصيات الوطنية وقفة احتجاجية شعبية أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء. استمرارا في تنفيذ الوقفات الاحتجاجية المنددة بالعدوان السعودي على بلادنا، وبالتزامن مع تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المماثلة أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، نفذ عدد من أبناء الشعب اليمني الوقفة الاحتجاجية العاشرة بساحة لا إنسانية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء للتنديد بالعدوان السافر والحصار الجائر الذي تتعرض له بلادنا. تم الوقفة الاحتجاجية العاشرة الوقفة الاحتجاجية العاشرة أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء، تتزامن مع وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك للمطالبة والضغط ومحاكمة الأمم المتحدة لكسر الحصار وإيقاف العدوان السعودي الغاشم المسنود أمريكيا ودوليا من بعض دول العالم. نقف اليوم أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء لنقول للعالم ونؤكد على العالم أننا سنظل مع خيار السلام إذا هناك أي تجاوب من الأطراف الذين يحاربون اليمن. المشاركون في الوقفة أكدوا على استمرارهم في تنفيذ المزيد من الوقفات الاحتجاجية المماثلة حتى كسر الحصار ورفع العدوان الواقع على بلادنا، مستنكرين الصمت الدولي إزاء جرائم الحرب والإبادة بحق شعبنا اليمني. وقفتنا الاحتجاجية اليوم هي مواصلة ومثابرة لما نحشد كل اثنين، وسنصعدها دائما حتى ننال مطالب الشعب اليمني. الشعب اليمني تحت حصار جائر وظالم ولا مبرر له، والأمم المتحدة صامتة ولم تحرك لها ساكن، وهذا ليس بحق حقوق الإنسان أو بحق الإنسانية، إنما التغاضي هذا والصمت تحت الكواليس لا يشرف الأمم المتحدة ولا يشرف الشعوب وشعوب العالم. أن الشعب اليمني يكون تحت القصف والدمار الشامل ولم يحركوا لهم أي ساكن، وكأنهم راضين على ما يحصل لليمن. سنستمر في وقفتنا الاحتجاجية حتى يكسر الحصار ويرفع العدوان ويتقاضى الشعب اليمني حقوقه من المجرمين والقتلة من سلمان ومحمد بن سلمان وهادي الفار المجرم الذي ذهب ليأتي بأبشع الأسلحة تقتل الشعب اليمني. نيويورك سنستمر حتى ينكسر الحصار وحتى يرفع هذا العدوان الظالم على الشعب اليمني، ولن ننكسر وسنصمت 9 أشهر لحد الآن والشعب اليمني صامت، لم ينكسر. المدارس والجامعات وكل الأعمال الحمد لله مستمرة، وهذا يدل على صمود وإباء الشعب اليمني الذي يرفض الركوع ويأبى أن يستسلم. بدون كلل أو ملل تتوافد الحشود الشعبية والجماهيرية إلى هذه الساحة، ساحة لا إنسانية أمام مقر الأمم المتحدة، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم ووقف العدوان وكسر الحصار على بلادنا وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة لينالوا بذلك جزاءهم الرادع.